صباح الخير، شكرا لانضمامكم اليوم. أقدم الرئيس الجلسة. هناك بعض الأمور نحصلها هنا لأقول له. أولا، لديكم عملية التخاطب يمكن استخدامها. اسمكم، شركتكم، وأين من أين أنتم، ولديكم هناك الأسئلة والأجوبة في الأسفل. إذا كان لديكم أسئلة، نحن نحاول هنا أن نسأل أسئلة بقدر المستطاع. حسنا، هناك الترجمة إلى الفرنسية والعربية وهي متاحة لكم. إذا لديكم أي أسئلة فقط اتصلوا بنا وخاطبونا. أريد أن تعلموا نحن نسجل هذه الجلسة وسنرسلها إليكم بكل الملاحظات وكل الأوراق. أريد أن أرحب بالجميع ورئيس الجلسة اليوم جوناثان تيبن لانضمامنا إلينا. مرحبا، صباح الخير جوناثان، وشكرا لك، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الورشة الأخيرة في البنك الدولي حول الطاقة الشمسية وهذه الفرص، التحديات التي نواجهها. أشكركم جميعا لانضمامكم إلينا إلى هذه التجربة لكي نعمل هذه المعرفة، نشاطر هذه المعرفة فيما بيننا. وهناك للطاقة المستقبلية، للطاقة الشمسية، أعتقد هذه ستكون مهمة لبعض الوقت الآن. وأشكركم جميعا لانضمامنا في هذا الموضوع. نحن نعلم جميعا أن أسعار الطاقة هي في انخفاض بشكل مدهج، وهي تعتمد على الوقود الأحفوري. التخزين الطاقة هي موضوع شائع بما بيننا، وهي مواضيع مهمة وحلول بالنسبة للطاقة الشمسية وتخزينها هي أحلى الخيارات الأولى في المنطقة والمصادر أيضا. وبالنسبة للطاقة الشمسية كيف تم إنشاؤها سنوات الماضية من أجل، لا أعرف كيف أعمل هذه الشاشة هنا، من أجل، هل ممكن أن توسع الشاشة لو سمحت؟ حسنا، في 2016 كان دعم بالنسبة، نحن لا نراها. هل ممكن أن نشارك الشاشة معنا؟ طبعا أنا سأتحدث عنها على كل أحوال. هناك العديد من الدعم يتم المشاركة في هذا البرنامج، في الدعم التكنولوجي في عدة دول، وهناك تمويل صغير من دول ومشاريع صغيرة تعتمد على الحرارة، الطاقة الشمسية، وهناك معرفة متبادلة مثل هذا المشروع. وبالنسبة للتدريب والنشاطات وأيضا المعرفة ومشاطرتها في عندما دمج هذه الفعاليتين. وفي المغرب، في تونس، في فلسطين والأردن كنا نتحدث عن الطاقة الشمسية المركزة، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية المركزة في البرامج في تونس وفي الأردن، ويساعد في أن يفكروا كيف يمكن أن يلعب هذا المشروع في الاستثمار في المستقبل. وسمعنا بعض هذه النتائج اليوم. جلستنا الأولى تركز على الرؤية الواسعة بالنسبة للطاقة
ودور الطاقة الشمسية وكيف دمجها في هذه الطاقة. وفي هذه الجلسة هناك في تطوير برامج الطاقة الشمسية وأيضا دعمها ماليا. وبالنسبة للطاقة الشمسية المركزة في البطاريات وهو موضوع نقاش آخر، الطاقة الشمسية المركزة تركز على تزويد العديد من الخدمات وكيف يمكن أن تعمل مع بعضها البعض، وهذا الموضوع مهم ومثير، يمكن دمجهم. وهذا الموضوع اليوم في هذه الورشة، كيف يمكن أن نمرها في المنطقة في الطاقة الشمسية المركزة وفي الورشات اليوم في العديد من المواضيع اليوم، نفقات الطاقة الشمسية المركزة ومشروع الديوة الذي طبعا زاروه قبل سنوات قليلة، ونركز على الحرارة والطاقة الشمسية المركزة. وأيضا يمكن أن تعطي الفحم الوقودي. وفي هذه الجلسة سيتم تنظيمها من المدير للشرق الأوسط في شرق أفريقيا إريك فانسر. شكرا جوناثان، وصباح الخير جميعا. لقد كنت أقرأ الشرائح والمحادثات وأنا مندهش هذه المرة الأولى في هذه الفعالية الكبيرة، خاصة فقط على الشبكة العنكبوتية. وهذه المشاركة لقد تغطون كل في أنحاء العالم هذا الموضوع، وأيضا أنتم جميعكم مرحب بكم وتستمتعون في هذه الأيام القليلة. عندما ننظم لم يكن لدينا هذا الوضع الحالي اليوم الذي نحن فيه، ولكن نأمل ليس أن نتعلم الكثير عن هذا البرنامج في هذه الجلسة في الأيام القليلة القادمة، ولكن أيضا هناك طاقة دوائية لكم بالنسبة لعملية التبادل لكي تستمتعوا في هذا البرامج والمناقشات. ومن هنا في واشنطن أرحب بكم، وأنا سعيد أن أشارك الطاقم العمل. أول الجلسة الأولى حول الطاقة الشمسية المركزة والتخزين في الطاقة سيكون طبعا المتحدثين على دراية واسعة في الطاقة، ومن لبنان مستشار في الطاقة والابتكار وهو رئيس التطوير في ماسن في المغرب، وأميرة كليبي من إدارة الطاقة في تونس، وزارة الطاقة في تونس. وهذه الجلسة سيكون مداخلات قصيرة لكل واحد من المتحدثين. الأسئلة سوف أنظر إلى الأسئلة والأجوبة لكي مداخلاتكم، وأسأل هناك أسئلة ومحادثات في خلال الجلسة. حول أنا نظرتي حول هذه الجلسة كيف يتم تطويرها بشكل سريع في السنوات الخمس الماضية. الكثير من الدول قد تطورت برامج مثيرة، وهي بعض الدول متقدمة أكثر من بعضها الآخر. حتى لم تكن خمسة أو أكثر إلى عشر سنوات يركزون إلى التهجين
والانتقاد بعضكم هناك ضغوط كثيرة على هذا البرنامج وعملية التنظيم والاستراتيجية والسياسية والليونة في هذا. كيف يمكن بناء عملية لينة في النظام؟ كيف يمكن أن نعمل أكثر بشكل متطور وبحلول وبالنسبة لحدوث حلول في هذه النظام؟ الدول الشرق أفريقيا، شمال أفريقيا، عندما تأتي إلى الدخول إلى هذا البرنامج هناك العديد من التكنولوجيات والخيارات تأخذ هذه الدول إلى المستقبل. الجلسة اليوم وغدا حول الطاقة الشمسية المركزة، ونحن نعتقد أن هي جزء من أمور تكنولوجيا أوسع وأوفر، وهي ليس الخيار الوحيد. المتحدثين اليوم سيلخصون هذه الخيارات التي يمكن ضمها إلى الأنظمة وكيف يمكن مزجها في العديد من الخيارات لكي تتطابق مع أنظمتهم وولوجهم إلى هذه الأنظمة في الدول، في إطار الدول وفي القطاعات الطاقة الأخرى. أريد أن أذهب إلى المتحدثين. هناك من الأردن مدير الطاقة، والتفضل أن تتكلم. صباح الخير، صباح الخير جميعا. أريد أن أقدم لكم جميعكم أريد أن أتمنى لكم من الكورونا فيروس أن تتعافوا من هذا الفيروس، وهذه أن يكون هذا الأمر أن ينتهي. لدولتي أنا في عزل تام الآن، ونحن نتواصل حول هذا الموضوع المهم جدا. أنتم تعلمون بالنسبة للطاقة الخلاقة في 2000 لقد كنا نحن الرياديون، وفي جذب الكثير من المشاريع من جميع أنحاء العالم، ولكن الطاقة لخفض الطاقة من 9 إلى في 2018، والطاقة بالنسبة لتزويد الأمن والمصادر الطاقة فيما الإضافة إلى عملية التبادل لكن يكون إلى مصادر متجددة. 2019 الاتصال من الطاقة المتجددة إلى المشاريع 2000 ميجا وات، ميجا من إلى هذا المشروع. هذا يعني المشاركة الكهرباء من الطاقة المتجددة والتوسيعات الأخرى لنصل إلى هذا بالنسبة للتحويل خلال السنوات القليلة القادمة. هناك استراتيجية طاقة جديدة إلى 2005 في الجديدة، وهي يمكن أن يعلن عنها السيناريو
بالنسبة للطاقة المتجددة، الشيء الجديد 2000 لويجا هارد بالنسبة للكهرباء لعام 2013، هذا سيخدم 3% من الطاقة. بالنسبة للطاقة المتجددة للتزوين من 11% في 2020 إلى 14% في 2013. بالنسبة للكهرباء للدول المجاورة هو له نقاش. كل هذه التوسعات في هذه التكنولوجيا والنمو السلبي التي نحن، هذا هو الوقت بالنسبة للمشروع الكهرباء وتعزيز الطاقة الشمسية. شكرا للبنك الدولي الذي عمل دراسات بالنسبة للكهرباء وتجديدها، لقد كل هذا أخذ في عين الاعتبار في القطاع الطاقة، وهناك احتماليات مع توسيعات أكثر من 100 ميجا وات ل 2000 ميجا وات، ويمكن تزويد الكهرباء إلى 30%. وهذا ليس أمر بشكل مباشر في العديد من القطاعات الأخرى، هذا يعني أيضا بعض التعريفات بالنسبة للتطبيقات الحالية. وبالنسبة للأردن هو يعتمد على هذا في المستقبل للطاقة المتجددة، وهذه المتجددة لن تكون الوحيدة التي سنستخدمها بالنسبة لهذا. سنستخدم التكنولوجيا والاستثمارات التي قصدت تكلفة إلينا، وشكرا لكم. شكرا لك يا يعقوب، محاضرة مثيرة للاهتمام رؤية ما قامت به الأردن على مدار السنوات القليلة الماضية والاحتمالات والإمكانات المذهلة لديها، سوف نتحدث لاحقا عن ذلك. سوف نتحدث عن جيرانكم في لبنان السيد يوسف الأسعد من هيئة الطاقة ومركز الحفاظ على الطاقة في لبنان. هلا تفضلت. شكرا جزيلا لك، أأمل أن تكونوا قادرين على رؤية عرض التقديمي. شكرا للمنظمين على منحنا الفرصة على تشتيت انتباهنا عما يحدث في العالم الآن. سأتحدث فورا عن عرضي التقديمي. سأريكم ما أنجزته لبنان فيما يتعلق بسياسة الطاقة ودور الطاقة الشمسية المركزة في ذلك. في لبنان تخطيط للطاقة بدأ على الورق في عام 2012، ثم بدأ في 2009-2011، and then في 2016 وصولا إلى عام 2019. نحن حاليا نتحدث عن إطلاق بسيط لنظام طاقة في لبنان، لديه هدف طاقة تبنت حكومة لبنانية يتمثل في أن يكون لدينا 30% من طاقتنا طاقة متجددة، وفي هذا العام سنقوم بإنهاء سياسة الطاقة الوطنية الخاصة بنا. والآن بالنظر إلى طاقة إلى وضع طاقة في لبنان، سنجد أن لدينا محطات طاقة تقدم 7 ميجا وات، لدينا أكثر ما يتم طاقة يتم من CCGT ومحطات البخار، كما يأتينا من محطات وأيضا محركات الاحتراق الداخلي. وحاليا الطاقة المتجددة لا تزال الطاقة الهيدروجينية هي 4% وتمثل جزء الطاقة المتجددة الموجودة حاليا.
حاليا تبنت الحكومة اللبنانية نسخة منقحة من الدراسة، ونرى القدرات المنصبة التي تم تطبيقها في لبنان فيما يتعلق بالطاقة التقليدية والطاقة المتجددة. لدينا في بلدنا فرصة إعادة بناء محطات الطاقة الكهربائية التقليدية، وليس فقط بناء محطات طاقة متجددة وأيضا تجديد المحطات الطاقة التقديمية ومحطات الطاقة الحرارية. كما نرى أن محطات أن خطتنا الانتقال من عجز مقداره 2000 ميجا وات، بين العجز بين السعة الحالية والطلب للوصول إلى فائض بمقدار 1000 ميجا وات في حلول عام 2030. في حال نظرنا بشكل تقريبي للخطة حتى عام 2030، سنرجع أن الخطة التقديمية يتم بشكل هناك في قسم خاص بخطتنا للطاقة المتجددة. سنرى أن هناك 5000 من الطاقة التقليدية، ولدينا 600 من الطاقة الهيدروجينية، و1000 ميجا وات من الطاقة الرياح، و3000 من الخلايا الكهروضوئية مقسمة بينما 2500 من الطاقة الخلايا الكهروضوئية المركزية و500 غير مركزية، و100 من الطاقة الشمسية المركزة، و13 ميجا وات من الغاز الحيوي. إذا رأينا النسخ النهوية توزيع الطاقة لنجد طاقة خاصة، 51% تأتي من الطاقة التقليدية، 31% تأتي من الطاقة المتجددة، وتأتي أغلبها من الخلايا الكهروضوئية. نلاحظ أن حصة الطاقة الشمسية المركزة هي 1%، ولكن هناك فرص سيتم تطبيقها أكثر مستقبلا. في حال نظرنا إلى مزيج الطاقة، سنرى أن 85% 150% طاقة قابلة للنشر، و 42% قابلة طاقة متجددة. إنها فرصة لموزعي الطاقة في لبنان، لأنها ستؤثر على ما يمكن توزيعه نشره وما يمكن نشره، وكيف يمكن إدارة استقرار الشبكة الكهرباء وتوزيعها مع وجود هذا الكم من الطاقة المتجددة. مع النظر إلى الجدول من جديد، بحلول 2030 نريد أن نكون لدينا فائض بمقدار 1000 ميجا وات، ولكن في حال نظرنا إلى العرض والطلب سنرى أن الاختلاف يختلف بحسب الفصل المناخي، وهناك فرق كبير بحسب الأشهر. ربما هذا التفاوت قد يصل إلى 1000 ميجا وات، بالتالي نحاول أن يكون لدينا فائض مقدار 1 ميجا وات مخاطبة ما سبق. وهناك فرق باستهلاك طاقة بين آب شهر أغسطس وشهر نوفمبر، وهناك أيضا عامل يمكننا النظر إليه وهو متوسط الاستهلاك اليومي، الاستطاعة القصوى والاستطاعة الدنيا خلال اليوم، والذي يختلف بين الليل والنهار بمقدار 400 ميجا وات وسطيا. ما يعني هذا؟ يعني أننا يمكننا إغلاق محطات طاقة خلال الليل، وهذه حاليا وضع يتم نقاشته بأجل تخزين الطاقة. سيعطينا هذا دورا كبيرا لتخزين الطاقة الشمسية المركزة في لبنان. المحطة الكهربائية طاقة المحطة هي 100 ميجا وات، ولكنها ليست كبيرة بما فيه، لكنها ستلعب دورا في وضع استقرار الطاقة الكهربائية. هناك أمر آخر متعلق بلبنان، إذا نظرنا إلى تكلفة الإنتاج
الطاقة الشمسية المركزة كانت مرتبطة دائما بأنها دائما كانت أكثر كلفة مقارنة بأنواع الطاقة الأخرى، ولكن في قارناها بأنواع بإنتاج الطاقة الأخرى سنرى أن طاقة إنتاج الطاقة المتجددة في لبنان ذات سعر تنافسي بشكل عام مقارنة بالطاقة التقليدية، بخاصة تلك محطات الطاقة المسلط عليها الضوء المظللة بالأصفر مثل بعلبك والتي لديها حمل عظمي. سنرى أن التكلفة هي 20 سنت لكل كيلووات ساعي، بالتالي نرى أن الطاقة الشمسية المركزة ذات تنافسية سعرية فيما يتعلق بوضع لبنان. بالخلاصة لدينا وضع أفكار سأقولها فيما يتعلق بالتكلفة، الطاقة الشمسية المركزة والتخزينها تكلفتها تنافسية في لبنان، وبخاصة عندما يتم مقارنتها مع محطات الطاقة التي يتم تستخدمها لتغطية حمل الذروة خصوصا بالصيف، والتي يجب أن أيضا الطاقة الشمسية المركزة يكون في حالة إنتاجها الأقصى. أيضا ندرس احتمالية أن يكون لدينا 5 إلى 8 ساعات من التخزين، مما يجعلنا ننقل الحمل إلى المساء عندما يكون الحمل أقل، وهذا يساعدنا على استثمار في محطات طاقة جديدة. توزيع الطاقة الشمسية المركزة سيساهد في التحكم بالطاقة، والذي هو أمر شكرا جزيلا لكم. شكرا لك جزيلا جوزيف، وشكرا على تلك الأفكار من لبنان. ولدينا هذا المزيج من محطات الطاقة والموردين الخاصين وهذا العجز في الطاقة، ولكن هناك فرصة للبنان للطاقة المتجددة في لبنان. سننتقل الآن إلى قائدنا الإقليمي فيما يتعلق بالطاقة الشمسية في المغرب، مسان مع هيئة الطاقة المغربية. مع طارق سنقوم بتوزيع العرض التقديمي من جوزيف لاحقا. إذا كان في إمكانك يا جوزيف مشاركة العرض التقديمي معنا بدل من تلك الرفوف التي وراءك، فسيكون الأمر مميز. شكرا لك، أتمنى أن تكونوا قادرين على سماعي. شكرا جميعا على الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر. سأحاول جهدي مشاركة عرض التقديم معكم على الشاشة. يقول أن هناك بعض المشاكل. دعني أذكرك يا طارق، عليك أن تفتح المستند ثم تقوم بمشاركة الشاشة بهذا المستند، وإلا سوف نرى شاشة سوداء. ها هو العرض التقديمي، يمكننا رؤيته الآن. شكرا. في بداية شكرا على سماحكم لنا في المشاركة، آمل أن نستفيد جميعا وأن تكونوا بخير في هذا الوقت العصيب. بداية أود التعريف عن نفسي، أنا طارق حمام، رئيس المكتب الوطني للكهرباء والمياه. قبل عملي في المكتب كنت أعمل في محطة كهرباء، وقمت بنقل نوعية بأنني بدأت سيرتي المهنية في العمل في المحطات الطاقة الكهرباء والغاز،
ثم إلى طاقة إلى طاقة الرياح والآن إلى المكتب الوطني. المكتب الوطني كهرباء المياه هو المكتب المسؤول عن الطاقة وتنفيذ استراتيجية المغرب. منذ عام 2009 حددت المغرب عوائق تحول دون تطبيق يجب تخطيها في حدود بحلول عام 2020، ثم زدنا الهدف إلى عام 2030 يعني تكون الطاقة المتجددة بحلول 52%، أو ستكون الطاقة الشمسية والرياح والمائية. سيكون واسم مازن الذي هو مكتب الكهرباء، مكتب وطني للكهرباء والمياه صالح للجرب، ولديه برامج طاقة شمسية. وبحلول عام 2016 قررت الدولة إعطاء ملف الطاقة المتجددة بالكامل إلى المكتب الوطني لكي ينظم الاستراتيجية ويكون هو المسؤول عنها. بمتعلق بالألقام، نستهدف أن يكون بنهاية هذا العام نسبة الطاقة المتجددة ب 40%. لدينا حاليا مشاريع صغيرة ومشاريع قادرة الإنشاء، وبنهاية هذه العام والعام الذي تليه سنحقق الهدف 40%. فيما يتعلق بالأرقام، هذا الأمر متطلب قانونيا، بناء على الأقل أكثر من 3000 ميجا واط بحلول عام 2020 و 6000 ميجا واط بحلول عام 2030. نعمل الآن على في علاقة مع وشراكة مع مشغلو الشبكة الكهربائية لتطبيق منتجات لنشر الطاقة المقدمة، بأننا نريد أن تخاطب طاقة احتياجات الشبكة الكهربائية. بالنسبة لمشاريعنا، نقوم بتطوير مشاريع لإنتاج الطاقة، كما أننا نقوم بمجالات أخرى هي أيضا مهمة للطاقة، مثل التنمية المحلية، والتي نقوم بتنمية المناطق المحلية والريفية وبهدف تنمية الإقليم عبر توصيل الكهرباء والمياه لتلك المناطق الريفية وتطوير بنية تحتية فيها والاتصالات، وأيضا جلب مشاريع وشركات صغيرة لتلك المناطق، كما نحاول ترويج أيضا للمشاريع التي نقوم بها، ونحاول أيضا قمنا بتحقيق نجاحات في ترويج الطاقة الشمسية، كما نقوم أيضا بالتدريب حول الطاقة المتجددة ومكوناته، كما نستخدم السكان المحليين وندربهم على بناء وتشييد وتشغيل الطاقة المتجددة. كما لدينا قسم بحث وتطوير، وكما أتحدث عنه لاحقا. أما يتعلق فيما يتعلق سيكون جيجا وات سيتم عملها على جميع الدول، 2000 ميجا وات، وهي 6% التي ذكرتها سابقة بين الطاقة الشمسية. بالنسبة للطاقة الشمسية أكثر من 700 من العمليات، بالنسبة أيضا العمليات أكبر سنتحدث عنها في وقت لاحق. بالنسبة للرياح 2600 ميجا وات لقد تم تطويرها في المغرب، وهذا ما نحن لدينا في الدول. بالنسبة للتهجين 160 ميجا وات،
سيكون عرضها في 2040. بالنسبة للطاقة الشمسية سأذكر عندما بدأنا التطوير برنامجنا الأولي في البدء لم نحدد الحلول، ونحن طبعا طلبنا أفضل الحلول في السوق من أجل سد المتطلبات، والمتطلبات والاحتياجات هي أيضا هو طاقات لكي يتم تطويرها في وقت معين، وقد طلبنا أفضل الخيارات والحلول من المطورين، والجواب كان آنذاك أن التطوير المبدئي الأفضل الحلول هي التهجين. المرحلة الأولى بالنسبة للتوسعة 160 ميجا وات، وفي ذلك الوقت كان أكبر محطة طاقة في العالم، والوسعة لقد وصلنا إلى أقصى حد للتخزين الموجود لدينا. بعد ذلك نحن أطلقنا مشروع الثاني والمرحلة الثالثة، ونحن عمردنا في السوق لعمل أفضل الحلول للحصول على التوسعة 100 ميجا وات، 7 ساعات من التخزين، وهذا مثير جدا. كل طوال فترة المساء حتى الليل، ومن الساعة وأفضل الحل كان هو مثل البرج الملح المصهور، برج الملح المصهور، وهذا أيضا ما حصلنا عليه من التنافسات أيضا بالنسبة للزيت والأمور الأكثر من المطورين. وآخر شيء أمر معقد هو أن تعمل برنامج لمحطة الطاقة بالنسبة لهذه الطاقة للطاقة الشمسية، ولكي نعزز هذا المشروع لقد اخترنا طريقة معينة للتمويل هذا المشروع. هذا لا يعمل فقط بالنسبة للمستهلك، ولكن هناك دور مختلفة لكي تعزز هذا الدور للكهرباء. نحن نؤمن الأمور المالية من منظمات عددية من البنك الدولي وفي ألمانيا والبنك الأوروبي والوكالات العالمية والمفوضية الأوروبية. لقد أمنا النفقات التمويلية، ونحن نلعب دورا نحول هذا القرض إلى اي بي كلاسيكي بالنسبة لهذا المشروع الاس تي بي. والمساهمة هذه الاس تي بي لكي نعزز استثماراتنا في هذا المشروع، لكي أيضا نخفض تنفيذ المشاريع الأخرى. نحن المبادرين هذا المشروع. هناك 3 دقائق فقط، وهذا الإطار يعزز لنا تطوير النفقات والدور لقد طورنا هذا المشروع في الجنوب
وبتمويل معين. لقد نشرنا في أفريقيا وأمننا 130 مليون دولار أمريكي لهذا المشروع. وفي المشروع الحالي هو تحت البناء، كان الأكبر الطاقة الشمسية مركزة في العالم. لقد طورنا العملية التهجين والكهروضوئي والتكنولوجيا، وخاصة الكهروضوئي في الاستخدام في المساء كتخزين. هذا التهجين بين النوعين 100 ميجا وات في هذا الشهر. وأيضا لدينا المرحلة الثانية ونفس العملية التعييرية، وبالنسبة للعدد في 2000 عارفة التطوير 170 ميجا وات. أيضا إذا تذكرتم هو النتيجة 260% هو الهدف في السنتين القادمتين، وهذا بالفضل إلى تنفيذ هذا المشروع الذي كنا نبنيه للعديد من الأطراف الأخرى. والطاقة الرياحة هي أيضا من المشروع. هذا المشروع في 2030 سيساعدنا أن نمضي أكثر إلى 100%. الأمر الأخير الأمور التهجين لتطبيق البحث في الطاقة الشمسية المركزة. هناك منظمات ودول مختلفة بالنسبة للأدوات الطاقة، وأسابيع قليلة ماضية لقد أطلقنا عمليات بالنسبة لعمليات التخزين التي طورناها في هذه المرحلة. كلمات قليلة بالنسبة للتعاون، وخاصة مع جيراننا مع أفريقيا. نحن ندعم العديد من المنظمات التي تشاطرنا هذه المعلومات والمشاريع في هذه البلدان. هناك تعاون يأخذ أمور مختلفة بالنسبة لأمور المساعدات المالية والدعم من بعض الدول، وأيضا هناك برامج تطويرية أخرى من زامبيا وجيبوتي ومن كونغو. ونحن كمطورين وداعمين للمستهلكين المحليين الذين يطورون هذه المشاريع. شكرا لكم. إذا هناك أي أسئلة أنا سعيد بالإجابة عنها. شكرا جدا طارق. هذه الرحلة في المغرب هي مثيرة، وننظر إلى السوق الطاقة المجددة في المغرب هو كل فخر وما أنتجتموه حول هذا. سأدعو المتحدث في تونس أميرة كليبي، ولكن قبل ذلك أنا أرى الكثير من النشاطات من الأسئلة. رجاء ضعوا الأسئلة ووضعوا أنتم الترحيب في المحادثات عندما ننتهي من هذه اليوم. الرجاء ارسلوهم الآن لكي نراها. أميرة من وزارة الطاقة والمعادن، هل تسمعونني؟ تفضلي الكلمة لك.
أميرة كليبي. صباح الخير. مرحبا بك، تفضل الكلمة لك. شكرا لك. شكرا. سأقدم اسمي أميرة كيربي، أنا من تونس وأنا المختصة في عملية التكنولوجيا في القسم وزارة، وأنا أعمل على الطاقة الرياح والطاقة الشمسية لهذه السنة. سأترأس الآن عرضي، الآن سأقدم عرضي لكم. أنا آسف، هناك بعض الأمور في لوائح العرض. هل ترون العرض؟ ممكن أن توسعي الشاشة لو سمحت يا أميرة لكي نراها، نرى الباوربوينت، شرائح الباوربوينت فقط. هل هذا أفضل؟ نعم، جيد جدا. سأبدأ بتقديم الاستراتيجية في تونس. سأقدم في البداية المضمون التونسي، وهناك زيادة في الطلب للطاقة، ولماذا هذا ينخفض وهذا يزداد في الفائض للطاقة أكثر من 50% إلى 90%. الزيادة في هذا تأثير مباشر، لأن تونس كهرباء تونس 97% على الغاز الطبيعي، والغاز يأتي من الجزائر، وهذا الاختلافات في الأسعار هو تأثير مباشر على تونس. لهذا السبب نجب الطلب على الكهرباء أكثر من 20,000 سيكون هذا 20% سيتعامل معه في هذا المضمون. الذين يأخذون القرارات بالنسبة لعملية التحويل في الطاقة وتأثيرها على السوق الطاقة المتجددة وتقوية تعزيز الطاقة الفعالة، وبالنسبة لعملية تأميم هذه الطاقة لتقوية الروابط. لماذا لدينا أمور قوية في مجال الطاقة؟ وبالنسبة للطاقة 200 جيجا وات، وهذه الاستراتيجية التي اعتنقناها في تونس، الأهداف هي تخفيض الطلب على الطاقة إلى 20% من الطاقة المتجددة ب 2030، وبوسعة مماثلة 3.8 ميجا وات، التكنولوجيا 1.3 ميجا وات، 1.7 ميجا وات، و500 ميجا وات بالنسبة لل في هذا الأمر. سنحتاج للاستثمار في هذا الأمر، وهذا سيطور ويعزز دمج الإنتاج المحلي والوصول إلى الهدف المعين 2050، وهذا إطار نحن وضعناه
لوضع تشريعات هذا القطاع والنظام التشريعي. أيضا وضعنا في البرنامج وفي الأهداف المدمجة في 2070-2022 وتحت هذا النظام و 220 و 2070 ميجا هرتز في هذا النظام. وعندما نتكلم عن الطاقة الشمسية المركزة المشاريع لتونس ستدمج الكثير من الطاقات المتجددة وزياد هذه الطاقة وتتمكن وهو دمج محلي بالنسبة لعملية التوظيف وتطوير البرامج المحلية. نحن نعمل مع البنك الدولي في هذا الأمر وهذا البرنامج العديد من التحليل في الطاقة الكهرباء للسعة وعمل الإمكانيات التي تقدمها مثل هذه المشاريع. والأمر الثالث هو التحليل تدمج التكنولوجي في الطاقة الشمسية المركزة. وكما أريتكم لقد قولنا الطاقات المتجددة وانخفاض الطاقة المتجددة هي متوقع بالنسبة للرياح. أيضا أكثر من العنفات الغازية لدمج بالنسبة والخطة أيضا 35 من الطاقة الشمسية في الطاقة الكهربائية موجودة في تونس. شكرا لكم. أميرة ممكن أن توقفي الشاشة لو سمحتي. إريك أين أنت إريك؟ لقد فقدنا إريك. هل لك أسئلة من الأسئلة والأجوبة لضيوفنا؟ شكرا لكم جميعا لتزويدنا من الأسئلة الواسعة والمتعددة. سنجاوب عن معظمها. السؤال الأول هو يعقوب، السؤال لك. وما هو حالة التخطيط للطاقة الشمسية المركزة في الأردن؟ خطتنا الآن في الأردن لدينا سعة أكبر من الاستهلاك وفي سنتين نحن صفر وبالنسبة للاستهلاك، ولكن ممكن أن نقول لدينا مساعدات من جيراننا. لدينا الآن إجراءات
لأمور قصيرة المدى. لدينا استراتيجياتنا الخاصة. لدينا أهداف للطاقات المتجددة والبرامج والمشاريع. هذا نعد لهذا في 2050 لكي يكون وصله. هذا المشروع الوسع 200 إلى 350 ميجا وات. شكرا لك. هناك بعض الأسئلة لك طارق. هناك العديد من النشاطات هنا أمامي في المغرب حول هذا المجال. هل يمكن أن تخاطب هذه الأسئلة على مستوى عالي؟ قائد من المغرب عبر أن بالنسبة للسعة كيف يمكن تعبيرها في الأمور الطاقة 250% ب2030 هذه الفترة. بداية الهدف كان بالنسبة للسعة، نحن نتكلم عن الطاقة المتجددة، نحن نعلم أين نقف عليه الآن بالنسبة للسعة. 2013 أقل حد للطاقة الذي تنتج 3% بالنسبة للسعة، وكما ذكرت سابقا 55% إذا ضمننا المشروع والبناء اللي فعلناه هذه السنة، سنصل إلى 53 في سنتين القادمتين، سيكون 35 إلى 35% أكثر. عظيم. أيضا هناك بعض المناقشات عالية المستوى في المغرب لتحديد استراتيجياتنا في 2015. نحن نتحدث عن الطاقة ونحن أعضاء لوصول إلى الهدف أعلى من هذا، نتكلم إلى 60 إلى 80% من الطاقة. ولهذا أيضا نحن نبحث عن نوع آخر من الزمن من الطاقة المتجددة، نبحث عملية التهجين وإزالة الكربون في المزج، ونحن ندرس هذه الأمور وسنحشد المشروع الأول من أجل لنستفيد من هذه السعة الهائلة من طاقة الرياح وننتج الهيدروجين التهجين في أمور مختلفة، ونعتمر الأمونيا لإنتاج المزودات التي تنتجها من عملية التهجين، وأيضا إنتاج الطاقات الأخرى. شكرا. هناك أسئلة تقنية سنجاب عليها في جلسات الورشة الأخرى. لدينا المنتجين لهذه المشاريع
في بعد الظهر. أعتقد سنقف عند سؤال واحد الآن. سياسة، على مستوى السياسة هناك سؤال. طارق، ما هي السياسة الأساسية لحشد الطاقة المتجددة التي تعتمدون عليها بالنسبة للنموذج العمل لديكم؟ هذا أهم سؤال كما شرحت في عرضي المبدئي. وضعنا تعريف استراتيجياتنا في 2009 و2020، وأيضا بالنسبة للسعة، كيف نصل إلى هذه السعة للعديد من الأجيال بالنسبة لطاقة الرياح. وبالنسبة لتطبيق هذا عملنا كتلة معينة بالقانونية ليكون نحن مسؤولين عن هذه، بدأ هذه الاستراتيجية. وهذه الكتلة، نحن شركة خاصة ونحن لدينا الفائدة من الاندماج على الشركات الحكومية لأخذ الأراضي، لوضع هذا البرنامج وتأمين التمويل وتعزيز هذا التمويل واستخدام بعض النفقات من الحكومة لهذا المشروع. ومن ناحية أخرى كشركة خاصة لدينا الليونة والتكيف لهذا المشروع. أيضا نعمل التعامل أو تعاون مع عاملين أو مشغلين، وسوية نحدد الملف هذا المشروع في الوضع المتوسط والبعيد لتنفيذ هذا المشروع. والناحية الأخرى أيضا هناك بالنسبة للقانون بالمجال الخاص، هو قانون للتنتاج لتنفيذ مشاريعهم الخاصة، وهذا هو ملزم. وهذا بالنسبة للمستهلكين أو الزبائن هو مفتوح لفولتاج عالي أكثر من 700 كيلو جوات. لقد تم تطويره في هذا الإطار، ونحن أيضا نطلق 100 ميجا وات من البرنامج لكي يتم تنفيذه. في الحقيقة هذا يفتح أمر واضح لإطار قانوني يجب تنفيذه، دعمه ودعمه من الحكومة ومراقبته من الحكومة من أجل الوصول لهذا الهدف. ومن العديد من المساهمين في هذا المشروع، ومهم أيضا التمويل المناسب لكل مشروع، وكل واحد منا يساعد على تعزيز هذا الأمر. ولكن بالنسبة لمشروع الرياح هو أصعب، هو أكثر بتمويل تجاري أكثر فيه في هذه الحالة. وأيضا أن المهم هو تعزيز المطورين والمتعاقدين بالنسبة لتسوية هذه المعايير من أجل أن يكون أفضل ممارسة. شكرا لك لكي يعطينا هذا الملخص حول التمويل. أريد أن أرجع إلى إريك، تفضل. شكرا جوناثان.
آمل أنك تسمعني. لأولئك يعانون من الطاقة، انقطاع في الطاقة، وأن الطاقة الشمسية غير الأمثل، ولكن سوف ترخص فواتيري. وشكرا لهذه المدة. أريد أن أشكر المتحدثين، وأريد 2030 من المشاركين لقد انقطعوا لطول الجلسة. هناك العديد من الأسئلة لم يتم الإجابة عنها، وخاصة على التكنولوجيا والبرامج لم يتم مناقشتها، وهناك العديد من المتحدثين. رجاء اتصلوا، حاولوا الاتصال بهم، وسيتم بالاتصال العديد من الجلسات مع اللجان، وسأجاوب عن هذه الأسئلة. أريد أن أشكر المتحدثين، وأنا مشجع للتخطيط والتشجيع. الطاقم الذي يزور في الأردن وتونس والأردن والمغرب أيضا، وهم الملوك في هذا المشروع. هناك العديد من التنافس في المنطقة. وهنا سأرجع إلى جوناثان أن يأخذنا إلى عملية التحويل إلى الجلسة الأخرى. شكرا، عفوا على هذه المشكلة، الأمور التقنية نعالجها الآن. الآن إلى التطوير. شكرا لك. 3 دقائق لنغير تشربون الشاي. لايدا، يمكن أن تبدأي. سنكون معكم خلال 3 دقائق.